يعني الرقم هذا 680 مليون دولار كان يمكن استخدامه في تحديث المصفى وتطويرها والاستغناء عن السيراد للبشقات النفطية. يعني الرقم هذا يحمل جانبين، جانب أن المصفى تتحمل أتعاب، وجانب آخر كمؤشر إلى أن المصفى برضه كان عندها إمكانيات متاحة بالعملة الأجنبية تستخدمها في عملية التطوير الشامل. يفترض شركة النفط هي اللي هدفها تمين احتياجات السوق المحلي، التسويق والبيع. الشركة النفط اللي هي المصافي هي اللي تعمل عملية تكرير وتمين السوق والبيع للخارج، استيراد وبيع لها يعني المتاجرة بالمشتقات النفطية. المصافي، شركة المصافي مؤهلة لعمليات الاستيراد باعتبار عندها منشآت تخزين كافية. يعني شركة النفط لا يتوفر لديها منشآت تخزين كافية لتكوين مخزون استراتيجي حتى. يعني يمكن قدرة تخزين الشركة محدودة لا تمكنها من تكوين مخزون استراتيجي كافي لتغطية، وبالتالي الوضع الحالي للمصافي يدي لها القدرة على القيام بهذا الدور. يعني في عندك شركة الغاز مثلا ما عندهاش قدرة تخزينها على تخزين الغاز، تخزن الغاز في حانة جزء من الغاز في منشآت شركة مصافي عدن مقابل مبلغ معين مقابل التأجير هذا، وشركات أجنبية أيضا تخزن في المصافي مقابل رسوم تخزين. فالأصول المتاحة للشركة تديها تعتبر تدي لها الدور هام في الاستمرار في هذا الجانب. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وحيال ما أسمه في تقريره بالاختلالات في أداء وعمل مصفات عدن يقول إنه سيعطي إدارة مصفات عدن فرصة أخيرة للإصلاح، وستكون له إجراءات صارمة إن لم يتم العمل بالتوصيات التي وضعها. أنت أشرت الآن إلى جملة من الاختلالات، في حال استمرار عدم المعالجة والوقوف بجدية أمام هذه الاختلالات، ما الذي ينتوي الجهاز عمله؟ والله شوف، إحنا طبعا الجهاز دائما يرصد الاختلالات، يدي فرصة للجهات سواء شركة المصابية وغيرها لدراسة الملاحظات وإعطاء واتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة. طبعا إذا تكررت المخالفات أكثر من مرة نحن ندي لهم فرصة أن يعالجوا الاختلالات، أو إذا تكررت المخالفات الجهاز يمكن يحيل الموضوع إلى الجهات المختصة أو الجهات القضائية في حالة عدم المعالجة أو التأخير في معالجة الاختلالات. هل وصلتم إلى المرحلة هذه مع مصفات عدن؟ والله إحنا ممكن نحاول الآن ندي لهم الفرصة الأخيرة ما لم يتم التبليغ بأهم الاختلالات. مصفات عدن أقدم الصروح الاقتصادية وأهمها في اليمن، هي بحاجة اليوم إلى نظرة من قبل الحكومة اليمنية، والحاجة ملحة وعاجلة لتطويرها وتحديثها، إذ أنها وفي حال تم ذلك سوف تكرر كل النفط الخام اليمني وترفد خزينة الدولة ب500 مليون دولار سنويا. في اجتماع الأخير في المجلس الاقتصادي الأعلى قدمنا تصورات ومقترحات للحكومة وشكلت لجنة، قدمنا نحن مقترحات 1 2 3 4، كان مفترض أن يؤخذ بأحد المقترحات أو أن يعطى لنا مقترح معين. المطلوب من الحكومة شيئين، إما أن تتبنى الحكومة مشروع التحديث بتمويل على أقساط لمدة 4 سنوات، وهذه المصفاة إذا ما قمنا بتحديثها ولو استثمرنا مليار دولار فقط سنستطيع أن نستعيد هذا المليار خلال 3 سنوات، وسنجني أرباح وسنرفد خزينة الدولة بحوالي 500 مليون دولار سنويا. نحن بحاجة إلى هذه الأموال، لسنا بحاجة إلى مشاريع صغيرة لكن مشاريع اقتصادية ترفد الاقتصاد الوطني. المصفاة هي محور الارتكاز وهي أمن قومي واستراتيجي للبلد. دائما في تقارير الجهاز نوصي بعملية التحديث سواء مصافي عدن أو مصافي مأرب، كلها نفس الكلام. يعني يظهر في الموازنة السنوية للشركة مبالغ، يعني عملية التحديث اعتمدت على قدرة الشركة، تمويل ذاتي من الشركة، ما مش تمويل خارجي ولا تمويل من الدولة، قدرة يعني تمويل ذاتي من الشركة. الشركة طبعا في ظل الاختلالات هذه إمكانيتها التمويلية محدودة يعني، وبالتالي يعني تم إنفاق أعتقد في مشاريع في عملية دراسة جدوى التحديث وبعض الإنفاق العادي ما هوش تطوير
يعني يمكن مليار ومئتين اللي هو تكاليف إعداد الدراسة، 70 مليون ريال يعني طبعا 70 يعني مشروع بحاجة تمويل، يعني المشروع طبعا عملية التحديث الشامل تحتاج إلى مبلغ كبير يعني. كبير نعم. إمكانات المصفى الحالية لا تمكنها من كم إيرادات المصفى؟ الموارد إيرادات السنوية، السنوية في قصدك نتيجة نشاطها يعني في طبعا معك في السنوات السابقة كانت يتم أرباح بس متدنية، يعني كانت الأرباح بحدود مليار شوية في 2007 في 2008 مليار شوية مليار شوية مليار ريال أي مليار ريال. الأرباح في 2008 4 مليار شوية في 2008 2010 كانت الأرباح في حدود 4 مليار و 900 مليون أعتقد، لكن في 2011-2012 انعكس نتيجة النشاط إلى خسائر، وبالتالي الجانب هذا أضعف من القدرة التمويلية للشركة. وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة بمعالي الأستاذ الدكتور محمد سعيد السعدي أولت هذا المشروع أهمية خاصة باعتباره من المشاريع الذي يعطي قيمة مضافة للإنتاج الوطني أو للاقتصاد الوطني. طبعا وزارة التخطيط والتعاون الدولي تلقى الطلب في أوائل 2013 بتوفير تمويل للمشروع، ووزارة التخطيط والتعاون بذلت جهود لتوفير التمويل للمشروع، إلا أن خصوصية المشروع باعتباره مشروع استثماري لاقى صعوبات في استجابة الممولين بالذات الدول المانحة، وباعتبار أن المشروع قدم عقب مؤتمر المانحين الذي عقد في سبتمبر 2012 فلم تألو وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهدا، وتم كلف وزارة معالي الأستاذ محمد سعيد السعدي لجنة مشتركة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة النفط وهيئة موانئ عدن مؤسسة المصافي. اللجنة الفنية قامت بدراسة وثائق المشروع والخطة التمويلية للمشروع، وقدمت مقترحات إلى اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة الموضوع. اجتمعت طبعا اللجنة الفنية قدمت تقرير للجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء. اتخذت اللجنة الوزارية قرار برفع الموضوع برفع التقرير الفني وتوصيات اللجنة الفنية التي ذيلت في التقرير برفع الموضوع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي رأسه معالي الأستاذ محمد سالم بن سندوار رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب الذي على ضوءه يتم مواصلة بحث سبل توفير التمويل اللازم للمشروع. وبذلك وزارة التخطيط قامت بدورها كما يجب أعتقد. تعتقد الآن الموضوع متوقف على المجلس الاقتصادي الأعلى؟ بحكم أهمية المشروع وخصوصيته لا بد أن يتخذ المجلس الاقتصادي الأعلى قرار بما يراه مناسب للمصلحة الوطنية. هناك وعلى ضوءه يتم المضي قدما في إجراءات توفير التمويل وفقا للبدائل التي طرحتها اللجنة الفنية في تقريرها المقدم للجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض. المجلس الاقتصادي الأعلى والذي يرأسه الأستاذ محمد سالم باسندوة حاولنا الوصول إليه للتعرف على مسببات تأخير مشروع وتطوير وتحديث مصفاة عدن، وتقطعت بنا السبل إلى ذلك بعد الاتصال بالأستاذ راجح بادي السكرتير الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والذي أبلغنا بأنه لا يمتلك أي معلومة حول ذلك ووعدنا بمتابعة الموضوع والرد علينا، وعود نتمنى ألا تكون عرقوبية.